احس النكته مرات مو كل مره تضحكنا طبعا. ركزت على الرياكشن زين. انا بدي اسالك النكته تضحك لو الموقف موقف صاير حقيقي. احنا بالمناسبه ترى هو النكته هي موقف. يعني مثلا ذاك اليوم اني كنت عندي سفره فبالفي اي بي ومخلي الكمامه مالتي. عندما صعدنا بالطائره صعدت بصف واحد اول ما سويت الطائره هيك من المدرج نزعت الكمامه بقيت ادعي هاي الاقرا ادعيه الركوب وكذا بصف كملت. قال والله اول ما صعدت قلت كاظم مدلل هو مو هو. بعدين هسه تاكدت استاذ شلونك. قلت الله يسلمك احنا نحبك. قال مسافر ويانا. قلت لازل بالطريق تغير الطياره طارت فصير نكته يحكي يقول لك فد واحد سافر وهيك هيك. بس هو الموقف موقف والنكته نكته. زين حلو غنى لك بالبرنامج. لا والله عجبتني وضحكت بس انت ما شفتني والله. تكتو تعرف شنو المشكله؟ انا احس البنيه ما تفهم التحشيشه والنكته. لا لا بسرعه بسرعه. اي والله عندنا بطء بيها صح ولا لا؟ انا اقول لك لا لا المشكله وحده. المشكله مو بهيدين مو بهيدين. لا لا بطء. بنيه بمناسبه البنيه بالدائره حولوا الهويات مالتنا. انا مشرف تربوي الى كي كارت هذا العظم العاجي. فقالوا لازم تراجعون. رحنا موظفه استاذ كاظم والله لو تدري ايش قد امي تحبك وايش قد انا احبك. 60 مره استاذ كاظم استاذ كاظم استاذ كاظم. من رادت تكتب استاذ كاظم شو اسمه؟ قلت له جعفر عبد الحسن. استاذ كاظم منو؟ قلت له قاعد اي والله تكوين البنيه هن بعد بعد بنيه. بس عندنا بنات كوميديات هواي هواي كوميديان من البنات. يعني ما نريد نذكر البعض ونظلم البعض. بس استاذ كاظم هي ممثله تقرا نص كوميدي بس ما عندها الفطره. لا مثلا ما تقدر تحشش. مثلا تمارا تمارا جمال تحياتنا طبيعتها نسمه بطبيعتها. ما احس عندها تحشيشه. ما عندها سرعه بديهيه. لا التحشيش احنا معد خطيه. غنيت السيف بالبرنامج زين. هسه اريدك قاعد احس انك تاخذين الجراج دي مني. ما انا ما وين كنت البارحه؟ غنيت السيف على فكره انا كلش احبك والله. انت انا ما مرتاح لكم. ما أدعى أبويات ولا شق. حلوة أدعى بها.